السلام عليكم. اليوم نروح لولاية عنابة لنقف على الأشغال تاع السكك الحديدية التي تربط ما بين إذن مدينة عنابة ومدينة سكيكتا على مسافة حوالي 130 كيلومتر. وهذا الخط تاع السكك الحديدية اللي رانا بصدد العرض نتاعو هو يقع ما بين برحال، مدينة برحال هنا، ومدينة عزابة بولاية سكيكدا على امتداد حوالي 113 كيلومتر. وهذا الخط اللي راه الشمازات الأشغال به نشاهده هنا باللون الأسود هنا. وهنا نلاحظ، نشوف، نقرب فنشوف الأشغال. هنا نلاحظ أنه هنا في المنطقة هذه مثلا في أشغال نتاع السكك الحديدية هنايا، نشوف أن الخطوط كلها منقطعة، ونشوف أنه فيه زوج محطات اللي سوف تنشأ، واحدة على مستوى مدينة برحال اللي تقع حوالي 6 كيلومتر عن مدينة عنابة، وكذلك محطة أخرى بمدينة عزابة يعني في ولاية سكيكتا. وهنا نشوف الأشغال، نشوف الخط تاع السكك الحديدية هذا، ها هو هنا بالأسود، هنا نلاحظ، ونشوف هنايا الخط هذا هنا، هنا تم الازدواجية تاعو، هنا نلاحظ أنه الخط مزدوج، هنا الأشغال منتهية في المنطقة هذه، وفيه أشغال على عدة مستويات، هنا نلاحظ أنه الخط غير مكتمل، فهو بقيد يعني في الاكتمال قيد الأشغال هنا. لاحظ أنه فيه أشغال على الخط هذا، وهنا نشوف فيه عملية للقضاء على المقاطع الباساج نيفو على الخطوط بإنشاء ممرات سفلية أو ممرات علوية لأكثر سلامة pour sécuriser la ligne هذه. شوف هنايا كذلك الخط هذا هنايا في المنطقة هذه، مازال جهة، مازالت الأشغال، مازال يعني الجهة هذه هنا من فوق فيها الجاليري مفتوحة، الرواق يعني، أو يعني التراسمون، ويبقى الوضع نتاع السكك الحديدية. إذن هذا هو الخط الواقع بين مدينة عنابة على مستوى برحال ومدينة عزابة في ولاية سوف نشاهد الجهة نتاع الولاية نتاع سكيكدا. إذا نشوف هنا مدينة عزابة هنا، هذه هي مدينة عزابة، ونشوف الخط بالأسود هو الخط السكك الحديدية اللي راه قيد يعني تحسين المسار، فيه عملية تحسين المسار، وكذلك عملية ازدواجية الطريق الهام هذا اللي يربط ميناء سكيكدا بميناء عنابة. ونعرفوا انه فيه نقل مواد منجمية من مناجم تبسة وجبل العنق، الفوسفات والحديد نحو ميناء عنابة. ثم فيه تحويل بعض المواد المنجمية الفوسفاتية نحو ميناء سكيكدا كذلك. إذا هذا هو المشروع نتاع ازدواجية الخط السكك الحديدية بين سكيكدا هو عنابة. ونشوفوا هنا المدينة تاع سكيكدا. إذا ونترككم تتابعون بعض الصور على المشروع هذا، والسلام عليكم.